قطعت صباحنا غير. أكيد سلمى وصلنا لفقرتنا المميزة، هي فقرة الثقافة اللي كل إنسان ما في يستغني عنها، وحتى بأيام معرض دمشق الدولي كان لها الحصة الكبيرة. فاليوم عم نحاول خلال أيام هالمعرض أنه نرصد مشاركة أكبر عدد ممكن من الفعاليات، شركات، المؤسسات وغيرهم. اليوم رح نضوي على مشاركة ثقافية أدبية ضمن جناح وزارة الإعلام السوري، وهي مشاركة اتحاد الناشرين السوريين والشركة السورية لتوزيع المطبوعات. لنحكي أكثر عن المشاركة معنا أكيد الأستاذ هيثم الحافظ، رئيس اتحاد الناشرين السوريين، والسيد آدم محمد، مدير عام الشركة السورية لتوزيع المطبوعات. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يعني أستاذ هيثم، من أيام قليلة كنا مع حضرتك عم نرصد نجاح معرض الكتاب بدورته الثانية بعد توقفه لفترة من الزمان. اليوم بدأنا مثل ما بيقولوا نقطف ثمار نجاح معرض دمشق الدولي، خلينا نحكي عن مشاركة حضرتكم بهالمعرض. أول شيء بدي صبح عليكم هالمرة بصباح الفرح، صباح الفرح من دمشق، من أرض معارض دمشق الدولي. وبصراحة شيء فعلا يدعو إلى التفاؤل، يدعو إلى أننا عائدون وبقوة. ودائما نحن بنحكي بأكثر من مناسبة، الحامل الاقتصادي والتجاري وحتى السياسي هو الحامل الثقافي. نحن دوما بنقول البعد الثقافي هو اللي لازم يكون مؤثر في كل عمل، في كل بناء، في كل اتجاه نحن متجه إليه. نحن بمعرض دمشق الدولي تشرفنا هذا العام بعودة المعرض دمشق الدولي. اليوم نحن كمواطنين سوريين ونحن كناشرين سوريين أيضا كانت مشاركتنا كتير مهمة وكتير فاعلة وكتير كبيرة بزمانها ومكانها. نحن اليوم مشاركين تحت مظلة معرض دمشق الدولي في جناح وزارة الإعلام، نحن والشركة السورية العامة لتوزيع المطبوعات عنا شراكة كتير كبيرة وكتير مهمة، مو بس بمعرض دمشق الدولي، بأكثر من اتجاه. لكن نحن بمعرض دمشق الدولي نحن مشاركين معهم، نحن حبينا وأكدنا على أنه يجب أن يكون الكتاب موجود في كل مكان، في كل فرح سوري، في كل عرس تجاري اقتصادي سياسي لازم يكون موجود الكتاب، لأنه هو الكتاب هو الحامل الرئيسي للثقافة تبعنا، لأنه هو الحامل الرئيسي والأساسي للحضارة الدمشقية، لأنه هو بالأساس خليني أقول إشعاع النور والمعرفة حتى لمستقبلنا. إذا نحن اليوم لازم نكون متواجدين بكل فعالية، لازم نكون وقت منقول إعادة الأعمار، إعادة الأعمار مع الكتاب، وقت منقول إعادة البناء، إعادة البناء مع الكتاب. إذن اليوم البناء هو الرافد الأساسي. اتحاد الناشرين السوريين مع الشركة السورية لتوزيع المطبوعات مشكورة، شاركنا بجناح مشترك كبير، قدمنا في الكتاب الراقي، الكتاب الجديد، الكتاب أيضا المتوازن سعرا. وأنا دائما بأكد على أنه نحن دائما عم نقدم كتاب متوازن سعرا مقبول من الجمهور، فهذا الكلام احسننا نحن نساويه بمعرض دمشق الدولي إضافة اللي قدمناه بمعرض مكتبة الأسد. نعم أكيد أستاذ آدم، اليوم بدنا نحكي عن هذا التعاون اللي عم يصير بين حضرتكم واتحاد الناشرين. خبرنا اليوم قديه فعلا بحاجة نحن لتعاون وأيدي عم تمد إيدها لبعضها لإنجاح أي شيء كان، أي عمل. فكيف إذا بيكون مثل معرض دمشق؟ اولا شكرا لكم على الاستضافه، ونحن سعداء جدا بوجودنا على ارض معرض دمشق الدولي بعد انقطاع سببه الارهاب والاجرام الذي حصل لسوريا. كان لابد لنا من ان نشارك السوريين فرحتهم في عوده هذا المعرض، فبالتالي كان الاتفاق بيننا وهو اتفاق دائم ايضا وشراكه حقيقيه بيننا وبين اتحاد الناشرين السوريين ان يكون الكتاب موجودا فعلا، ان يكون حاضرا بين ايدي زوار معرض دمشق الدولي حتى لا تغيب هذه الفعاليه المهمه عن هذا المعرض الكبير والهام. طبعا هذه المشاركة أثمرت حوالي 1500 عنوان موجودين في مكان واحد متنوعة، تتنوع بين الأطفال واليافعين والكبار، بين الدراسات السياسية، دراسات ثقافية، بين القصة والرواية، وبأسعار مناسبة ومنافسة جدا ومدروسة جدا. وبالمناسبة هذه فرصة ندعو من خلالها زوار المعرض جميعا لزيارة الجناح
استفادة من الحسومات الهائلة، يمكن أن تجددي مكتبتك بسعر كتير يعني منافس جدا. هذا يمكن كان بدي أسألك عنه أستاذ آدم، اليوم شو العروض المميزة اللي يمكن رح تقدموها للناس؟ يعني الناس عموما لما بتسمع أنه في معرض فبتقول أنه أكيد في حسومات، فنحكي شوي عن نسبة الحسومات المتواجدة لأي حد بتوصل بالمية من سعر الكتاب، وقدي رح يكون بالنهاية يعني التكلفة إذا شخص يشتري كتاب أو كتابين قدي ممكن يتكلم. يعني مشكور اتحاد الناشرين السوريين طبعا قدموا لنا حسومات مغرية جدا تتراوح بين 50% و80% على سعر الكتاب، وبالتالي أصبح الكتاب ميسر بأسعار زهيدة جدا. يعني إذا بألف ليرة بيرجع 200 ليرة. نعم إذا بألف يرجع 200، وبعضها مطبوعات حديثة صدرت 2017 و2018 و2015 في خضم هذه الأزمة التي تمر بها سوريا، ومع هذا تحمل اتحاد الناشرين وتحملت وزارة الإعلام أعباء هذه الحسومات كي نيسر الكتاب لأكبر شريحة ممكنة من الناس وبأسهل الطرق. إذن هي دعوة مفتوحة للجميع لزيارتنا، نتشرف بزيارتهم لنا ونحن جاهزون لتلبية هذه الطلبات. بالنسبة للتعاون المستمر بين اتحاد الناشرين، ونحن الآن نجول كل سوريا بكتب بنوعية متميزة، بنوعية رخيصة، بنوعية ميسرة للجميع بالتعاون مع اتحاد الناشرين ووزارة الإعلام. المعرض نحن مستمرون حتى بعد المعرض، هذا العرض قائم ومستمر ولنا مشاريع أخرى سنعلن عنها مستقبلا إن شاء الله بالتعاون مع اتحاد الناشرين. يعني أستاذ أدم كمان حابين نعرف لحضرتك، اليوم وجود شركات أجنبية وعربية وهي حتى المشاركات المتعددة، قدام ممكن تضيف للشركة السورية وأيضا لاتحاد الناشرين وتفتح لنا حتى أبواب، ويعني أي تطور أي خطوة لقدام؟ بالنسبة للمشاركات طبعا كل ما يدخل إلى سوريا نحن وكلاء له كشركة سورية توزيع المطبوعات، بالإضافة إلى زملائنا في اتحاد الناشرين أيضا لديهم وكالات لمؤسسات ثقافية خارج سوريا، لكن كل ما يدخل إلى سوريا نحن الآن بصدد توسيع التعاون من وإلى سوريا، بمعنى اتحاد الناشرين يقيم معارض خارج سوريا نيسر له هذا الأمر وتكون مشاركة الكتاب السوري متوفرة وحاضرة وميسرة. الاتحاد الناشرين أو الشركة السورية تريد استيراد بعض الكتب بداخل سوريا، تغطي بعض الجوانب الثقافية، نيسر هذا الأمر ونسرع فيه بغية إيصاله للقارئ السوري، وعلى أن يكون على اطلاع بأحدث الثقافات أو الكتابات التي تصدر أينما صدرت في العالم. نعم أستاذ هيثم، دائما لما بنحكي عن دور النشر أو الكتب فبنذكر يمكن ثلاث دول عربية تميزت باحتوائها على دور نشر: سوريا، مصر، لبنان. اللي هن نوفروا يمكن أيضا الرعاية لجميع الكتاب والأدباء حتى أيام الاحتلال، لما كان منذكر أي أديب يهرب من دولة فكانت الدولة الثانية تتلقف هذا الأديب وحتى تساهم. اليوم موجود عندنا جناح سوري، جناح مصري، وأيضا جناح لبناني. خلال تواجدكم بالمعرض هل رح يكون في شراكات وتوسيع أفق لهذا الموضوع؟ طبعا احنا اليوم هذا التنشيط الاقتصادي اللي انا بدي اسميه كمان تنشيط ثقافي، اليوم معرض دمشق الدولي فيني اقول انه هو معرض عام لكل شيء، وتشاركت فيه دور النشر السورية ودور النشر المصرية ايضا ودور النشر اللبناني. عملنا اليوم خليني اقول اظهار لواقعنا، اليوم عملنا ايضا لواقع اقتصادي مهم. أنا اليوم حتى كان في عندي وجهة نظر وحكيتها أنا والأستاذ آدم بأكثر من مناسبة، أنه نحن اليوم مشاركتنا الآن هي مشاركة خليني أقول لإعادة الفرح، لإعادة إحياء هذا المعرض في العام القادم واللي هو بعام بدورتنا نحن بعام 60، بدورة المعرض 60 حيكون موجود معنا جناح كامل وكبير يشارك فيه من دول، من مصر مثل ما قلتي، من لبنان، من سوريا. نحس انه نحن اليوم صار عنا ايضا معرض كتاب اخر ضمن اروقة معرض دمشق الدولي. اليوم بدنا نحس دائما الثقافة هي بصراحة هي الحاملة لكل همومنا، لكل مو بس همومنا، لكل ابداعاتنا مو بس ابداعاتنا، لكل فرحنا. اذا يجب ان تكون الكتاب متواجد معنا في كل شيء، ونحن مثل ما قال الاستاذ ادم عم نحاول نقدم للمواطن السوري كل الكتاب السوري والعربي وحتى الدولي. يعني اليوم نحن وقت عم نقول معرض دمشق الدولي حقيقة نحن عم نشتغل بآلية دولية، ونحن أنا كنت عم بحكي أنا ويا الأستاذ نحن جايين إنه نحن اللي أنا شايفه بمعرض دمشق الدولي اللي اليوم نحن خلينا نقول الدورة الأولى بعد 5 سنوات انقطاع
حنقول نحن اليوم قادمون إلى قيادة المنطقة اقتصاديا. ونحن أنا بهلا بقول لك أنا من منبع مركزي الثقافي ومنبع عملنا الثقافي فيني أقول لك نحن قادمون أيضا لقيادة المنطقة ثقافيا. إذا نحن اليوم السوريين بكل أمانة وبكل صراحة نحن اليوم هذا الأمل اللي رجع. نحن اليوم شعب الإرادة، خليني أقول الإرادة الجبارة اللي عنا، الإرادة الحديدية اللي موجودة في مجتمعنا وفي مواطننا السوري هي اللي عادت هذا الأمل اللي قبل منه شفته مكتبة الأسد السنة والسنة اللي قبلها، وقبل منه كان عنا معرض الكتاب السوري. إذا نحن بعز أزمة حقيقية كانت خانقة في بلدنا لم ننقطع. أنا وقت أسست وفتحنا معرض الكتاب السوري هذا الكلام كان من 3 سنوات، لم يتوقع أحد في العالم العربي أن يكون نحن عنا معرض للكتاب بهذه الظروف. واليوم نحن من 3 سنوات ونحن عم نحاول نطور عام بعد عام. أنا بتصور اليوم وصلنا لمرحلة، خلينا نقول لمرحلة جديدة، لمرحلة أمل جديدة، لمرحلة تطور جديد ومرحلة انبعاث أمل قادم. ونحن اليوم مثل ما قال الأستاذ التعاون أيضا اللصيق ما بين، شوفي، الشركة السورية لتوزيع المطبوعات شركة رائدة ومهمة ليست في سوريا فقط بس على صعيد المنطقة العربية والعالم، واتحاد الناشرين اتحاد مهني، اتحاد ونقابة من النقابات المهنية الرائدة في سوريا لها تنطوي عليها تجار وشركات اقتصادية وشركات ثقافية، وبيصير في تعاون لصيق بيناتنا. نحن حنقدم شيء كتير مهم. وأنا بدي أقول عن الأستاذ آدم يعني أنه انتظرونا بالقادم، انتظرونا، انتظروا منا أعمال جديدة، انتظروا معارض متطورة بكل الأرياف. الأستاذ آدم مساوين معارض في أرياف سوريا. إذا نحن اليوم نقول من خلال مركزنا اللي هو معرض دمشق الدولي حننتقل إلى معارض أخرى وإلى علاقات أخرى، وحنقدم دائما مثل ما قلت لك السعر المتوازن، السعر المقبول، مقبول مو من عنا، مقبول من القارئ، مقبول من المواطن. هذا اللي احنا اللي بدنا نشتغل عليه من خلال معرض دمشق الدولي. احنا كثير سعيدين انه كنت ضيفنا لليوم السيد هيثم الحافظ والسيد ادم، شكرا كثير لوجودكم معنا لليوم. شكرا لهي البصمه المميزه للكتاب السوري وللمشاركه السوريه، ودائما احنا بنتمنى فتح افاق جديده ان كان لابناء الوطن وان كان حتى للمشاركات الخارجيه. شكرا لكم. وانا ايضا بشكرك على كلمه البصمه، ونحن بدنا البصمه نكبرها ونساويها الى فرح كبير كلياتنا باذن الله تعالى. شكرا لك استاذ هيثم، شكرا استاذ ادم. وبدورنا كمان اليوم بندعو كل الناس لحتى يكونوا متواجدين بايضا القسم المخصص لكم ودعم الكتاب السوري. ومثل ما قلت امور تمام وعجبه الامور تمام وما يقلقوا. شكرا لك. شكرا.